سلام حبيباتي، كيراكم اليوم؟ نتمنى كامله راكم بخير. بون، قبل ما نحكيو حبيباتي على الكراك وتاع زبونتي الوهرانيه اللي دارت وكادو العروس تخوها باه يدوهولها في لافاليز، رايحه نرجع لللايف اللي درناه امس تاع المسابقه اللي درتها. فيديو البنات تاع اللايف اللي درتو امس اراني كيما راكم تشوفوا فيه كود نيتو، درتو بريفي بيسكي، لاحظت لقيت وجهي معكوس فيه وانا يتعكس وجهي نورمال، ما عنديش بروبلم اني نبان بيسكي. الفوتو تاعي راهم في الجرايد وعند الصحافه وعند الممثلين واكسيتيرا اللي خدمت لهم واللي خدمت معاهم. مي امس كي كنت ندير في اللايف ما كنتش متحاجبه، يعني شعري كان باين، ومين بان كتار كي جيت نصور الاسامي تاع الفائزين بيسكن كنت نهز فيهم بالاسم ونحط فيهم في الدار في العجله الدواره، هذا كامل باه نهز اسامي كامل مصداقيه وما نظلم حتى انسان شارك معايا. جيت نصور الاسم وقتها بان وجهي، وانا كيما راكم عارفين البنات اني متحاجبه وبان وجهي بلا حجاب، دونك درتو بريفي. اني هزيت لكم البارتي تاع الاسامي اللي هزيناهم، فما تقولوش اني محيتو، اني ما محيتوش، اني درتو بريفي. هذا مكان ابداي قعدت متحجبة، والبارح درت اللايف من تعب على 11 تاع الليل، ليسونسيال قلت ما نخليكمش وندير اللايف، درتو في اخر دقيقة وما كنتش مدارة خيماري بيسك انا ديفوا كي نصور لي فيديو باه نحطهم في قناتي راني كي تشوفو كي واحد وراني نلبس هذاك البيلو وندير خيماري، بس ما نعرفش اسكو تتعكس وجهي ولا ما نديريش، هادي كاميرا دونك عليها درت ثانية. بسم الله. نتمنى حظ موفق للجميع في المسابقات القادمة. كما على بالكم قناتي راح نخصص منها مبالغ باش نولي نصدقهم، وان شاء الله ربي يرزقني بناس تكون صح محتاجة هذيك الحاجة اللي راح نمدها سواء في المسابقة ولا في اي حاجة. ونقول مبروك للفائزين، الفائزه الثالثه راهي تواصلت معايا في الانستغرام، الاولى راهي كتبت لي في الكومنتار ومازال ما تواصلتش معايا، الثانيه راهي الاخبر لحد الساعه ما تواصلتش معايا. بالنسبه لمصر البنات هاي لانفيتاسيون اللي وصلتني باه نروح يكرموني بياس الاوسكار كمصممه ازياء جزائريه صاحبه براند مانر فاشن، ان شاء الله تصدقني اني نروح بيسك مدام ماما مريضه مازال تقعد في الفراش ما نقدرش نروح ونخليها، ما رحتش العام هذا يعقوب العام الجاي ان شاء الله، واللي كتبت لنا من عند ربي سبحانه هذيك هي. نرجع درك الكاريكو اللي خدمته لزبونتي الوهرانيه، دارت لافاليز تاع العروسه اللي يدوها في طبق تاع الحنا هي اللي تكفلت بها ودارتها كادو لخوها، وكان الكاريكو كلش انا اللي خدمته. فوالا الكاريكو هذا درته بالفولوخ، الطرزه خدمته بالقومي 3 دي، انا اون جينيرال القومي نخدمها غير في الفولوخ بيسك الفولوخ جاي شعره تاعو خارجه، لازم نطرز على حاجه سواء جلد سواء القومي، انا نفضل اني نطرز على القومي بحكي نكثف الكثافه، الطرز يخرج وكانه مجبود تاع اليد مشي بلا ماشين. اللي راهم يسخسوا فيا على ماشين كيفاه راهي تطرز كيما هاك، لا ماشين اختي العزيزه راهي تمشي وحدها، يعني واش تعطيها تخدم لك، هادي ماشي خدمه تاع يد ولا الخدمه الماشينه واش تمدي لها تخدم لك، عطيتيها تطرز لك الخشين تطرز لك الخشين، عطيتيها رقيق تطرز لك رقيق، عطيتيها تطرز لك المعمر تطرز المعمر، عطيتيها تطرز الفارغ راح تطرز الفارغ. وبالنسبه للكادو كما حطيت لكم في فيديو سابق لكم الكرتونه اللي وصلتني من اسبانيا من عند صاحبتي، حنهز منها 3 بارفا حنبعثهم دي كادو، وكان من نصيب زبونتي هذه بعثت لها وحده من لي بارفان هذوك، نورمالمون بعثت لها ارماني لا مارك ارماني بيسك جادور فتحتها انا قدامكم في الفيديو، ارماني اني بعثتها لزبونتي هذه ان شاء الله تعجبها وتنال اعجابها وتعطينا رايها فيها. وغي يوصلها راح نحط لكم الكابتير، هو وصلها نورمالمون ما بعثت ليش رايها في اللي بارفان
خاصك ما سقسيتهاش يعني على البارفان، كتبت لي بك على الكراك وقلت لي راه غراف يهبل وجهها يهبل، وما حبيتش نحرجها بالاسئله بسكي كنت غير نسقسي على حالتها، لانه بعثت لها الكولي بالاربعه وكانت راح ترفدوا بالخميس، والعرس تاع اخوهم كان بالسبت لو البارح الخميس كان. كي كلمتني على اساس انا ظنيتها بلي راح تترفد في الكولي بيسكي وصلها، لقيتها تحت صدمه وتاثير وتبكي، توفى بيبيهم. نقول لهم عدم الله أجركم من كان البارح، لو البارح كانت العرس ولا جنازة تاع بيبيهم. داروا العرس بالساكتة ومانيش عارفة اسكو كملوا العرس ديالهم ولا ما كملوش. الحاجة الوحيدة اللي كتبتها لي قلت الكراك وراه كرافي هبل وسامحيني بزاف. انا بقيت مصدومة مش شوكية في بلاصتها، يعني فريمون موقف ما لقيتش وش نقول فيه حتى كلمة. وهذه الدنيا قضاء ربنا سبحانه عز وجل، أراضيين بقضاء ربي. بون كاريكو هي العروسة طلبت انه ندلها سانتيخ بالفولوخ، مي انا ما وراء الكواليس كانت عندي سانتيخ دوغي، رحت جربت ولبست على الفست كاريكو. شوفوا كيف جات عايلة معها بزاف، اعطوني رايكم الكاراكو هذا مع شكون جا خير، اسكو جا خير مع السانتيغ هذه ولا مع السانتيغ اللي حبتها العروسه. مي انا جاتني هذه خير، هذه احسن واحسن، الله اعلم كل واحد والذوق دياله.